الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يبغودا الحمد لله أنه يبغودا هات دين الإسلام وانتي واغ اليون وانتي واغ أنجنومن الحمد لله ناخ ستوديوم وباتصويقون هات إيا زيش انشيد إن شاء الله تعالى das Glaubensbekenntnis auszusprechen und damit die Tür und den Schlüssel zu nehmen, um die Tür zum Paradies inshallah ta'ala zu öffnen. Der Bruder spricht mir inshallah jetzt ta'ala nach das Glaubensbekenntnis. Ich sage Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah. Das heißt, es gibt keinen Gott, der anbetungswürdig ist außer Allah subhanahu wa ta'ala, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sein Gesandter und Prophet. Okay? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي من رشادي. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.